مؤخرا انتشرت طرق ووصفات كتير جدا للتخلص من الوزن الزائد، بنشوفها دايما على مواقع التواصل الاجتماعي في اعلانات مموله. الطرق دي يعني بنشوف منها ريجيم باستخدام اعشاب، ريجيم باستخدام عقاقير، ومؤخرا كمان لقينا استخدام ادويه وحقن اصلا بتستخدم لمرضى السكر، لكنها الناس بتنصح بيها ان هي بتنقص الوزن. طب ازاي انا يكون في عقار او حقنه مخصصه لمرض السكر واستخدمها في انقاص الوزن؟ هل ده ليه اعراض جانبيه ولا ملوش اعراض جانبيه؟ ايه السبب؟ ايه اللي ممكن ياثر على الصحه؟ هل ده ممكن ياثر اصلا على مرضى السكر ولا لا؟ ممكن ياثر على الناس الصحيحه البدن يعني ما عندهاش اي امراض سكر فده ممكن ياثر عليها؟ هل الناس بتقبل على الخطوه دي رغم تاثيرها؟ اللي هنعرفه من دكتوره مروه شعير، استاذ مساعد التغذيه بمعهد تكنولوجيا الغذاء. يا دكتوره مروه صباح الخير عليكي. صباح الورد على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين، يومكم جميل دايما. أهلا. الله يخليكي دكتوره. طيب ناس كتير بقت تتكلم عن استخدام الحقن الخاصه بادويه السكر وادويه السكر العقاقير كمان في انقاص الوزن. ده مسموح؟ ده مقبول؟ ده بيأثر على الجسم ولا بيأثر بس على الشهيه؟ تمام. طبعا زي ما حضراتكم قلتوا ان دي ادويه سكر، إذا مخصصة لمرضى السكر من النوع الثاني وما بتتاخدش غير تحت إشراف طبيب، تمام؟ طيب دلوقتي اللي طالع الموضة كلها إن الناس فلان أخذ دواء اللي هو دواء السكر الحقنة الفلانية اللي بتخسس معرفش قد إيه، وفلان اللي بياخد الدواء المنظم لجلوكوز الدم علشان معرفش بيخسس معاه ومعرفش إيه، والحبوب دي صاحبتي خدتها فكانت كويس. أول حاجة أتكلم على الحقن بتاعة علاج السكر، وبقول دي مخصصة لمرضى السكر اللي هم من النوع الثاني. دي المرضى دول اللي هياخدوها ومع دكتور، والفكرة بتاعته ان هو بيبتدي ينشط شوية البنكرياس انه يبقى مظبوط في نسبة الانسولين بتاعته بحيث ان سكر الدم يتظبط. طيب دول كده مرضى السكر اللي عندهم او زياده الوزن اثناء علاجه مع الدكتور، هيلاقي نفسه هينزل من 3 ل 4 كيلو، ده لو اعتمد يعني كان ما بينظمش النظام الغذائي بتاعه. ولكن الدكتور اي دكتور سكر او دكتور بطنه بيدي اي مريض سكر الاساس بتاعه هو تنظيم او عمل نظام غذائي جيد علشان ان هو يحافظ على نسبه سكره وعلشان ينزل في الوزن. اذا الحقن دي هتكون فعاله مع مرضى السكر من النوع الثاني اللي بياخدوا بينظموا او ماشيين على نظام غذائي متوازن في السعرات الحراريه مع طبعا يعني بيناسب وزنهم وحالتهم الصحيه وعمرهم، فبالتالي هيبتدوا ان هم ينزلوا في الوزن وهم بياخدوا الجرعات مع الدكتور هتكون امن. هقطع بس حضرتك وحضرتك تكملي كلامك، يعني بس احنا هنا بنقول ان الحقن دي بتتاخد لعلاج لنقص الانسولين اللي بيتم افرازه، مش للهدف منها ابدا الخسسان، حتى وان كان واحد من تاثيراتها الجانبيه لكن هي مش الهدف منها ابدا ان مريض السكر ياخدها للخسسان. تمام. يجي بقى حد عادي جدا، حد يعني ما عندوش سكر وبياخدها ورايح يخس، ايه اللي ممكن يحصل؟ هيجي له طبعا ارهاق للبنكرياس، هيجي له التهاب في البنكرياس، ده وارد. في الناس اللي بعض الحقن لاقوا الناس اللي لها تاريخ وراثي في الاصابه بسرطان الغده الدرقيه، ممكن ان هم يجيلهم يصابوا بالغده الدرقيه. بعض الابحاث اتعملت على بعض الادويه لقت كده، من اللي هي الناس اللي لو جم خدوها كده من نفسهم، فعلشان كده احنا دايما بنقول ان هي تتاخد تحت اشراف طبيب. طيب في بقى ادويه ثانيه اللي هي منظمه لجلوكوز الدم، ودي منتشره، مش هقول الاسماء بتاعتها بس هي منتشره والناس طبعا كلها عارفينها. دي بتتاخد في حاله تكيسات المبايض والناس اللي عندهم مقاومه انسولين. طيب ايه الدواء ده او كده؟ كتير من الناس اللي عندهم سمنه او زياده في الوزن لو جم حللوا سكر تراكمي هيلاقوا معظمهم عندهم المرحله اللي ما قبل الاصابه بالسكري. هنلاقي ان ممكن لو عمل سكر تراكمي هيلاقوا النسبه ازاي؟ بيكون من 5.7 ل 6.4%. النسبه دي يبقى هو كده المرحله اللي بنقول ما قبل الاصابه بالسكري، نقول له استوب، الحق نفسك، لازم تعمل رياضه ولازم تاكل اكل صحي وتمشي بنظام غذائي علشان تخس. بعض الناس دول بيستخدموا الادويه اللي هي المنظمه بتاعت الجلوكوز الدم دي في مرحله معينه لمده شهر او لمده شهرين لحد ما وزنهم ينزل. هل هياخدوها من نفسهم؟ لا.
هل كل الناس اللي عندهم في المرحله اللي قبل الاصابه بالسكري هياخدوا الدواء؟ طبعا لا. هل الجرعه ايه؟ الدكتور اللي هيحددها. فبرضه بنقول للناس ما تاخدوهاش، مش يجي حد يقول انا عندي مقاومه انسولين، انا المرحله اللي قبل الاصابه بالسكري فصاحبتي خدت الدواء الفلاني فهاخده. لا طبعا، ده بيتاخد برضه تحت اشراف الطبيب، علشان ده ممكن يؤدي لاصابتي انا بمرض السكر ويعجل بيه. كمان هو مش بيخسس يا جماعه خالص، هو كل الحكايه ان هو بيبتدي زي منظم لمستوى الجلوكوز في الدم، يحاول ان هو يظبطه شويه بحيث يعني ايه لمده معينه، علشان ما يبقاش في ارهاق زياده للبنكرياس، وبالتالي ان انا ممكن اصيب بالسكر. مش كده بس حضرتك، في حاجة خطر جدا كمان في أدوية التخسيس، إن أي حد بيروح مثلا لدكتور علاج طبيعي أو دكتور تغذية بيبتدي يخس عنده أو عامل دايت، يجي يقول له خد الدواء ده هيساعدك في الحرق وهيخسسك بتاع 4-5 كيلو، ده وده بيقفل الشهية وكده. أوكي. خلاص الفواكه الاستوائية الكلام ده، الدواء ما دام إداه لحضرتك من العيادة يبقى ده دواء مش مرخص من وزارة الصحة وبيبقى عليه مشاكل كتير. الدواء الجيد الدكتور هيديهولك هو اللي هيكون موجود في الصيدلية، فبالتالي في أدوية كتير. في أدوية كتير جدا. دكتورة بس يعني في الختام، ناس ممكن ما تبقاش فاهمة قصة مقاومة الأنسولين والبنكرياس، لو نشرحها بشكل أبسط، يعني أنا النهاردة لو مريض سكر وباخد هذا الدواء هخس عليه، طب أنا مش مريض سكر وباخده يأثر عليا ازاي؟ طب ما هو ممكن يعني هو نفس الكلام بيأثر على مريض السكر، ليه ما يأثرش عليا؟ يعني ممكن تقول الناس تسمع المكالمة بتاعت حضرتك تقول يعني أنا مش شايف أي مشكلة في القصة دي. لا طبعا مشكله كبيره جدا حضرتك، ان احنا عندنا لو مريض سكر اتكلمنا عليه في الاول ان هو هيكون الدواء في بعض انواع الادويه هتكون اللي هي لعلاج مرضى السكر هتزود من افراز الانسولين علشان ان هو او تنظمه علشان ان هو يبقى مستوى السكر عنده منضبط، فده بيعالج لي مرضى سكر نوع ثاني. طيب الادويه اللي هي المنظمه للجلوكوز في عند ارتفاع لحد معين، الدكتور اللي بيحدد لي ايه الدواء المنظم للجلوكوز، ده نوع دواء اخر مش عايزه اقول الانواع بتاعته، ده انهي جرعه بالظبط اللي هتكون مناسبه معايا، وهل انا يعني محتاج ان انا اخذ منظم جلوكوز ده ولا الرياضه والنظام الغذائي كفيل وكفايه ليا. وبالتالي برضه بيحدد لي بتكون فتره معينه ما باخدوش باستمرار او فترات طويله. طبعا انا قلت ممكن دواء المنظم دوت ان هو بيجي بيعمل لي مشاكل كتير، ان هو برضه بيرهق لي البنكرياس، ممكن يؤدي لاصابتي انا شخصيا بالسكر، بيعمل مشاكل كبيره جدا في الكلى، خطر للمرضى اللي عندهم مشاكل للقلب، مش بينصح بيه طبعا، وغلط جدا لمرضى الكلى واللي هم السيدات اللي بيرضعوا. صحيح. شكرا لك دكتوره مروه شعير، الاستاذ المساعد بمعهد تكنولوجيا الغذاء.